بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الغائين حبايبي المتابعين، أسعد الله صباحكم. البداية الحديث وياكم، اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أعزائي الغالين، وبذكر الله تطمئن القلوب. الله يطمن قلبكم في الدارين، الدنيا والآخرة ويوم الفزع إن شاء الله تعالى، ويغفر لأمواتكم ويرحم إن شاء الله يا رب العالمين أمواتكم، ويشفي إن شاء الله أمراضكم، ويوفق إن شاء الله في الدراسة أولادكم. قولوا أمين. ويا الله هم يرزقنا طوبة النصوحة قبل الموت وراحة عند الموت والنجاة من النار يا رب أجمعين إن شاء الله. الغالي، ما أدري في طباخ ما في طباخ، أتشاور إذا فيه بنحطي، وإذا ما شيء اعذرونا إن شاء الله بيكون فيه. فتدري الحياة حلوة، والإنسان لابد، قال أوقف على مالك، أوقف على مالك ولا عشرة من عمالك. وفعلا إذا ما بتراقبهم مشغول، عندي شغل لكن لازم إني أوقف عليهم. وإحنا شوف سبحان الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا الله المستعان، سبحانه جل جلاله، سبحان الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله العظيم يا الله. وشوفوا في ناس الله عطلهم الصحة والعافية تحت الشيارة، ولو في ناس ساكنين فندق فايف ستار وبوفيه ما يأكل شيء، ما يعرف شو يأكل. واحد ما شاء الله. سلام عليكم. وعليكم السلام. بخير؟ أنتم من باكستان؟ من وين؟ كراتشي؟ لا. ها وين عيال؟ لاهور؟ ما شاء الله. شوف شوفوا البساطة، شوفوا اللقمة الحلوة، لا بوفيه. الله الصحة والعافية، الله يعطيكم الصحة والعافية أبوي. ما شاء الله في ناس أبوي هي يقول أعمل اشتغل أنجز، ما عليك منهم. من في ناس قال والله بوفيه وما بوفيه ويتلقم شويونه. نحن شوف مال أسق الزراعة، ترى عندي شغل، ما أروح أسي مكان، أحبا وين بصير وين بطير، قيط لا طيارة ولا غير. عسى الله يا رب العالمين تعود الطيائر وتفتح الحدود وتشل هالمرض عن جميع الدول يا رب العالمين، نسرح ونمرح كما كنا والحمد لله. وحطيت الشمس في الشمس عشان ينضى في الشمس أبوي، عشان ينضى مرة ويكون الآشار مع الحرية يبط الرأس. ما شاء الله، والصلاة على النبي محمد. مثل ما لو شيء صغيروني ما بلازم، بس وقف على رأس مصيبة ومطرجي وياي يوم شغولي بمطرج قالوا خيب جاي بشرة. هي نعم تعال تعال تهدي اركب. الله العظيم شهداد شو يعيب. ما شاء الله، والصلاة على الرسول. تعب روي به، صلوا على النبي محمد، اذكروا الله والأصل. هذا ما شاء الله رطبنا، اللهم صلي عليك يا محمد، اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد. ما شاء قابل قابل النخل ما شاء الله، والصلاة حلاة المزرعة يوم تاكل منها رطيبة. نعم ما تعب بعد بتتعب، الجزر اللي زرعته ما نفعني، انا اسقيه وهو عماله يصغر ما يستوي. هذا رطيب الغاوي في المزرعه، بس انا ما يظهر عندي الهمبة، ما يظهر عندي الهمبة ولا اللومي، ما ادري ايش السالفه، ما ادري ايش السالفه. افيدوني بذلك، ولماذا لم يطلع عندي اللومي والهمبة الاشياء الحلوه، مع ان الارض هاي يسموها زراعية ورملة، وحتى هذاك زرعت ما ظهر عندي شو اسمه الشوع، يبت 25 يا بولي من مكان ما رمت كره، بيقول ايش حق اعطينا نزيد. وهو لا تعال شو 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 وين بتودي واو لا ابا اوديك تودي لي خورف كان حق امي ان شاء الله، حق خالتي مريم بعد العافية. يعني مثلا في المزرعة عندي شيارة يابسة، بيقصونها بيعقونها عيب،
حرام ان ما عقوها مثل هاي. هذه قصوها كان خربة وخلاص انتهى دورها. لكن شو سووا بقى؟ قلت لهم تعالوا خلوه رايه واقطعهن. شوف يوم قاعد تحت الاشاخر انا اتولي قوتي وباياور الاشخر لين اموتي. شوف قصوها وسووها طيبات وراي. هاي يسمونها وراي اول ما تلبق لهذا. اي نعم شعر عود والله ما طلعت. عيب واكبر عيب عندي. لا ما من نوع اللي يعقل حطب والواش برا احطب بعد طايح عند مكان. قلت له ستار يبله هاي يقول لك لقط الحتحات يوم الدهر يقول لك هات. بمعنى هاي حطيبات ما بحطيبات. سبحان الله يوم الايام يتون سلندر غاز مخلص وعندك طبيخ وعندك وليمه ولا حد بيك ولا غيره ولا شاي ولا قهوه ولا ولا ولا, ولا وغاز خلص. وين بيجيبونك على ما يجيبون لك غاز يوصل حطيباتك عندك بتنفعك. ليش؟ ترى هي القصة ما شيء قصيرة لكن أوقات أنت تحتاج للشغلة هذه. وعلى ما تجيبوا لك الغاز تقضي شغلك هالصوب. فأنا ما يعيبني سبحان الله كل الحطب على قطة. شوفوا طالع 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 ما شوفوا هي ما عقة ما عقة مو 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 ما دان عقة هي ما دان شيء طوبة. شوي شوي تدعمني ويت هني سلمكم الله. بعد الهوش بهايم الحلال بهايم ويبون بعدين برودة ويبون لهم مكان زين. انت ما تشوف عمرك شوف غيرك ولو انهم بهايم ولو انهم بعد حيوانات لكن لا الدنيا حارة يبون بانكة يبون هاي حين اللي تشب الماء وتدور وترش عليها ماء باردة وهاي بنت العمال وحليلهن يم الذريات في هالقطعة. حرام شمس الله ما يرضى. احنا نسقوا شوف ما شيء الله. يلا عاشوا اباكم تسوون حلو ها هي فطوطة اكبر الله كل هي حق الصخلان بعد اسوي مكان زين يعني وحق حطوا دعون اسوي لهم ظله. هذا ريوقنا ريوق الاول واللي ما له اول ما له تالي. واويلا يباله بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المهياوه هو هاي المهياوه ويباله ليمون. شوفوا اي نعم ليمون ويباله راس بصل اكل البصل ما حصل ما يبقى زيادة ويبارده الحرية الخنين هذا أصب عقول على المهيابة. في ناس صب بروح في ناس لا تخلط مع المهيابة. والخبز الأولي هذا هي حتى وقاف اسمه وهذا تدروا مصبر عنه. وهذا عادة ضيف توه ضيف الصيف هذا يا الله يا هذا. وهذا الشاهي ولك هو إنسان مهما يكون صوت المياوي ها ضرب الله بعيونك فيه الإنسان صح الحياة تطورها والعالم تمدنا ولكن لا الأولي غير يطري عليك هذا البصل. يا الله يرضيك البصل دواء والإنسان لو عندك ما عندك يحطري عليه الأولي غير. يا جماعة الخير المهياوة ترى مهياوة نوعين شيء يرشونه على الخبز وشيء لا. أنا من الناس اللي من يوم يصير هاي الموري والمهياوة والصحناف يخور فكان لو دخلنا البوفيهات ودخلنا الفايف ستار وهالكلام لا 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 ما يدرس الرأس. الأول غير حياة الأول غير مهما كان مهما صار ومهما استوى لابد الإنسان يجلس. أنا أشوف وحيد
يحطون بعض الفنون الشعبيه وانواع واشكال من الفنون الشعبيه، لكن اشوف واسمع بس ما يجي براسي غير ابو دسته. شو ابو دسته هذا؟ ابو الحبان. ليش؟ وانا صغير في خور فكان في ريج الشرق عشت وياه عمالقه الفن الشعبي يعني، لكن كل واحد لميول. صبري شاهين ايش حقك تتسوقني؟ انا اتكلم على الجماعه يا سمير والبصر. تفضل. يبالا المجاوة تبالي بعد لقمتين ثلاث وفنيان لقمتين ثلاث وخبز هذا وشوية يغمض شاي بعد هذا الأصل هي كذا. فأقول لكم يعني يا سمير شو قالوا الأولين؟ ها؟ شو قال؟ قال لك قديمك نديمك ولو جديدك كمل. قال قديمك نديمك ولو جديدك اغناك. صح. عرفت يعني؟ صح. زين واللي ماله اول؟ ماله ثاني. ها شو؟ ماله ثاني. ما بماله ثاني. تفضل. المال اول ماله تالي. تالي. تالي يعني ماله ماضي ماله تالي يعني ما ايه مش ثاني. منو علمك انت الاسامي؟ بمعنى؟ لا لا ثاني غير. تالي معنى. بعد ما تمشوا انتم. المال اول الانسان يقول لك مال التالي هي طب مال الثاني انا هي معناها واحد لا لا مو واحد لا 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 تعدل عدل والبصل قصع الجمهورية هذه مساكم الله بالخير والنور والانوار والسعاد واسعد الله مساكم ابوي لقمه روحك تطبخها بيديك هي هي المطابخ كلنا عندي لا هذا جديري ما اشوف الحبه العيش مش خلق هي بس يوم تطبخ بس حر الدهن بعد يوم تطبخ لقمتك تتلذذ بدا بس ما ينطبخ على 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 طبعا النار لا بد لها ضوء لا ياسر المزرعه زين مار علي ضيف غالي لا صوره هو المشكله ابا ابادي ولدي سمعت شعري ما حد انا وابو انا وابو عمر ايه انا وابو عمر لا تقول عم امدح تقول لي ابو عمر ابو عمر ابو عمر يا لحم عبادي انت غدا عندي حبيبي ها ايه عبادي ولدي بعد غادي غدا عندي اسوي لك على ابوي اليوم كراش ماسي وامك ها مقلوب تحتها ها ايه 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 يلا ندوس ندوس معني حمر حمر لي حين ضل الله يزينها ان شاء الله دفع الشول سبحان الله ولو شاي ولو قهوه انت الخدمه غير المشاكل مع هذا وايد لكن لا وانت تحقق يوم تشتغل انت تحس باللقمه تحس بطعم اليوم تحس باليانس ومكفيزر وأرباب أظنك ومدير أظنك وتاجر أو هذا كلامي عيش يومك مرتاح تحس قلبك تحس أنت أصلا بطعم الحياة لو عندك عمال وعندك على قولتك وعندك لا هذا كله ما يودي غير أنت جالس على المكتب وأنا يوب أربع يبوا حطوا قدامي كل هذا حتى في ناس ياخذون سلطة حطوا دجان حاضر الحياة عمل الحياة خدمة وأنا واحد من الحياة من الناس طورها عند كل من أحب أروح يا حاج عبد الله شوي 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 عندنا ضيف يا عين الغالي بحميد إيه من زين اليوم تشتغل تاكل اللقمة أنت تبونا غير بصراحة ولا من هاي الموضوع ممنوع اللي أروح ثم ودي فراغ العبود يا الله خلكم حيا الله ابو حميد حيا الله عبادي الله يحييك مرت عليك العافيه مشتاق على ابوك ها اكيد يا طالعين بديتك بعدها متولح عليك سبحان الله المال والبنون زينه حياه الدنيا
لو بيك من ما بيك ولو بيزورك من ما بيزورك، ولدك غير وحالك غير. قال المثل وراء المثل شو قال؟ قال يوم تهلك مالك غير أهلك. نعم الصديق ما يقول بإنسان بلا صديق بلا أخو بلا ربيع بلا غير، ما يستوي الحياة ما تخلق. لكن العيال غير، الأهل غير. سيروا داخل أبوي يتغدوا في الكنديشن، إيش حقه؟ حرام. لا بابا هذا كنديشن شغل حرام، تروح الدنيا حارة. بابا كان كان سيروا سووا كان اي حرام. نحن جالسين تحت الكنديشنات ونتبرد وناكل وهم فقار. لا هي خصه ايه تقدرون انتو هذا بصل شارع يحضر طماط على قولكم مو لازم دوارك الاول اسمه كلها موجوده الحين هذا شغاله لحظه هاي خلي يحمر شويه على الخفيف في ناس لا يفكرون لازم في قاعته الجدر لا ولازم الطماط دو ما حطيت دواري حطيت المسلة حط عليهم ها الله يحفظهم وهكذا تنسى الصحي ما نسمى قاعته الجدر وما حط وما رد عليه فوق العيش حد يسمي مصري حد يسمي في قاعته حد زين غلومه الأسود يعطي حموضة وبارد شوي بعد على بهاراتي العادية فيه ما يبالغ كلام تعقيدات أمور لا 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 لأن الزاد الصفرة وطاحن غطي وشوي الزاد ما حرية حط ما بواي واوي لا فيه خلوه وحيد شرح قاعد عطف عطف شوي دهن قاعد في الجدر عطف قاعد في الجدر شوي تورا طور هذا تورا 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 عشان ما يرسل في بعد عطى 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 الدنيا بخير ونعمل وبارد البطاطا الحين حقا نحن نحطي تحت يعتبر البطاط يعني حوامي او قواعد عشان السمك ما يلصق وين بالجدر ايه وهذا القصد وابد حط البطاطا هذا شوفوا بصف السمك فوقه صفيت السمك حلاوة الطبيخ يوم ما الاول غير غير يساعد يعطيك نوخه شوي شوي عباين والجو حار لكن الحمد لله الله يحميكم إن شاء الله من حرم آخر دار الله يظلكم تحظ الله يوم لا ظل إلا حظ الله كلوا آمين هناك هذا بسيط شغل بانك كنديشن يا الله بس رحمت روحه أبعث الله تعال تعال خلك على هذا صبر بس هدومكم حطها الشال هذه شوف اللي زاده عبد الله
تعال عطني تعال بس هذا جبنا غطى غطى الجدة وين غطى هي ترى انا عايزين شده شغل وتريوني للنجاح واللي يبى يشوف ويتأكد من المهياوة يشوف سناب منى بتخادم اكي عادت من اول للاخر كيف سوينا المهياوة وكيف دقيناها وكيف طعناها ما شاء الله عليك شكرا يا منى انك يا بتخادم اسال الله يغفر لي ان شاء الله حفيدتك ويجعلها ان شاء الله في الجنه وتكون شفيعه قولوا امين اليوم الخميس ليله الجمعه فتابعوا منى بتخادم عندها ما شاء الله المهياوة كامله نزلتها في سنابها ما قصرت جزاها الله خير هذه الناس اللي تساعد الناس واللي تخدم الناس واللي تقدم خدمات للناس مشكوره والله عمرك ولا ابوك ما حل حش برا حرمود شو واصير حلو يبان بعد 10 دقائق ربع ساعه بعدين شوف الجدر والحمد لله رب شهداد حط لي اشار يبان اشار لك هاي هي والاشار في الشمس حط ابوي حط اشار هي مغول اشار مغول اشار يلا انت صبرت حط لي ماي بعد باني ركو يدركو ركو دبي هاي ركو هاي يدر ايه ركو يلا شب ماي والله شوي شوي بسم الله الرحمن الرحيم حقك شوف الاشار شوف الناس شوف المغوى واويلها واويلها هي يلا يبه الاكله هاي تبارها الاشار الغاوي هذا نعم يلا عاشوا 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 ابوي انزل ويينا الى غدان الشعب يا ربي وين سعره هذا شو اسمه عبادي تعال ابوي وهذا اشار سميرو ابو البصل تعال حركات انت لازم يسقرونك وبالعافيه عليكم وهذا اليح وهذا ابوي صيف صيف الصيف ما بصيف الصيف ضيف الصيف ضيف الصيف يا ضيف الصيف صيف الصيف اول استريح ابوي عبادي بس وبالعافيه عليكم برنامج كامل اليوم.